مرح كيجي، اضغط هنا للاشتراك. البحث عن الحيوانات المفقودة. مرحبا يا أصدقائي. انظروا ما أجمل هذه الحديقة المليئة بالحيوانات. ما أجملهم. لقد اختفت الحيوانات. هيا يا أصدقائي لنبحث عنهم معا. هيا هيا. مرحبا يا صديقي، أتريد مساعدتنا أيضا؟ حسنا، هيا بنا. يا ترى أين الحيوانات؟ كانوا هنا منذ قليل. ابحثوا معي عن الحمار الوحشي، هو مخطط بالأبيض والأسود. ابحثوا جيدا. انظروا، ها هو الحمار الوحشي. هيا اركب معنا بالقطار. مرحبا مرحبا، تفضل يا صديقي، فلتعد إلى مكانك وسأعود للبحث عن البقية. أين سنجدهم؟ هنا؟ في محل الفواكه والخضار؟ لا. في محل الحلويات؟ لا. أين إذن؟ أين؟ نعم، إنه الأسد يختبئ هنا. تعال تعال معنا. مرحبا مجددا، تفضل إلى مكانك. إننا نبحث عن زرافة صفراء طويلة. أين هي؟ هل هي خلف المخبز؟ لا. خلف الشجرة؟ لا. ماذا؟ خلف محل الخضار والفواكه؟ نعم، إنها هنا. أحسنتم. مرحبا يا زرافة، تفضلي إلى مكانك بالقرب من أصدقائك. تبقى لدينا فرس النهر والفيل. أين هم يا ترى؟ هل ترونهما؟ ها هو فرس النهر، إنه خلف محل الملابس. أحسنتم. تعال يا صديقي، لا عليك. تفضل يا فرس النهر، تفضل. والآن لم يبق سوى الفيل. هل هو هنا يا ترى؟ لا. هنا؟ لا. لا أيضاً. أين يمكن أن يكون؟ نعم، إنه خلف محل الخضار والفواكه. أحسنتم. هيا بنا. أهلاً أهلاً يا فيل، هيا هيا تفضل. انظروا كيف عاد الجميع. هذا أسد لونه أحمر، وفيل لونه أزرق، له خرطوم طويل. الحمار الوحشي مخطط بالأبيض والأسود. فرس النهر الجميل، وهذه الزرافة الصفراء، لها رقبة طويلة. أحسنتم في مساعدتي يا أصدقاء، إلى اللقاء. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.